دلوقتي من ساعة لما اتحجزت من امبارح من 14/9 لحد دلوقتي، كانت حوالي الساعة 7 لحد دلوقتي ما بعمل إضراب عن الأكل وعن الشرب. مفيش دكتور جه شافني، محد جاي أمر من الإدارة من إدارة المستشفى إن محدش يتابع حالتي خالص. قالوا لي في ناس نزلت لي هنا قالت لي هما هيسيبوك لما تموتي. أنا دلوقتي بناشد محافظ جنوب سيناء، بناشد الرئيس السيسي، بناشد الرأي العام. انا دلوقتي عندي روماتيزم على القلب وتعبانه وليا حقوق. انا خدمت في المستشفى ديت 2.5 سنين، كنت بشيل حادثه انفجار التور وحادثه الاتوبيس الكوري اكتر من حادثه، كنت بشيل الاستقبال ده لوحدي. انا عاوزه حقي. انا كنت بشتغل هنا ب 42 جنيه، ما كنتش ببص للفلوس. كان كل هدفي ان انا في يوم من الايام اتثبت او ابقى اشتغل بعد، ويجي في الاخر اطرد في نص الليل وعلشان بطالب بحقي يعملوا معايا كده. انا بناشد الراي العام، بناشد الرئيس السيسي، بناشد محافظ جنوب سيناء. انا عاوز حد يجيب لي حق من الناس ديت، لا اما هفضل هنا وهموت وخلاص. بس